بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، أن تجعل لساني عامرا بذكراك وقلبي مليان بخشيتك، أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب تجعل الصعب سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبتدي في شابتر 2 كيبل ستراكشر، خاص بكورس ميكانيكا الإنشاءات 3، خاص بتالتة مدني هندسة الزقازيق. ونبتدي في الكابلات. الكابلات عندي في الاستراكشر بتستخدم في حاجات كتير، بتستخدم في الكباري، بتستخدم في عمل التغطيات. الفكرة كلها بتقوم ان في عمود او ساري بيشيل حمل، يعني حاجة بسيطة جدا. قال لو عندي عمود كده ستيل، تمام كده، وعايز انا الحتة دي اغطيها مثلا في روف ولا حاجة، وعايز اعمل ده ستيل برضو صاك كده حديد، تمام. مع البعد ده الكابولي ده لو عرفت اثبته هنا كويس ماشي، بس مع البعد الكبير هيبقى عايز حاجه تشده، فتلاقي دايما حاجه كده زي هنا حلقه وهنا حلقه، وتلاقي ده جنزير مثلا بيشد لي ده عشان يشيل لي حمل الكابولي ده. فالكابلات بتشيل شد على طول كده، تمام. يعني الفكره كلها بيبقى فيه عمود او ساري وكابلات بتشيل حاجة، تغطيات، تغطية ستات زي ده فيها اهو حاجة نظام قرش ونزل منه كابلات شايلة التغطية دي صاج بقى، حسب ما هي تغطية، حسب نوع التغطية، تمام. ستيل، خلاص حسب نوع التغطية، تمام. الكباري في كيبل سسبندد بريدج وفي كيبل ستيت بريدج، ده زي اللي قدامي ده، ده الكابل. في ناس بتتلخبط ان ده الهانجر، دي الكابلات، لا مش دي الكابلات، ده الكابل اللي شايل الحمل. الهانجر دي رمي حملها بقى على الكيبل، على الكابل ده، تمام كده. فالاحمال حسب نوع الاحمال اللي على الكابل هبدا ادرس، هلاقي كابلات معرضه لكونسنتريتد لود وديستريبيوتد لود، تمام كده. هنبتدي احنا بالكونسنتريتد لود، تمام كده، تمام. الاقي سبورت هنا مثلا شايل الكابل ده، وسبورت هنا، اتنين سبورت اهو. الرياكشنات حاجة طبيعية، يعني سيجما اف اكس هتلاقي ده اتجاه، ده اتجاه، لو ده كده يبقى ده كده اي اتجاه. وده هنا ده هنج، له اتنين رد فعل، ده اكس وده واي، ده اكس وده واي، تمام كده. بيبقى عايز ايه في المسائل؟ بيبقى عايز التنشن اللي في الكيبل ده، الكيبل ده جواه تنشن كام، يطلب اي حاجه، يطلب الرياكشن دول دي. فانا عندي في الكونسنتريتد لود طريقتين هنشوفهم. الطريقه التقليديه تعتمد على ايه؟ تعتمد على الاتزان، كاني بتعامل مع ده كانه ترس، باخد النقطه دي اعمل لها اتزان، النقطه دي اعمل لها اتزان، النقطه دي اعمل لها اتزان، وهكذا. فالطريقه التقليديه سهله، بنبتدي ايه؟ كاني عايز اجيب الرياكشنات دي، ابتدي بالرياكشنز. لو عايز اجيب الرياكشن خد سيجما المومنتين حوالين دي، هيديك معادله في المجهول ده، صح. والمجهول ده في معلومه ان الكابل ده ما بيشيلش عزوم، فالنقط دي بتتعامل كانها انترميديا تنج. النقطه دي ممكن ما تلاقيهاش في المحاضره، النقط دي بتعمل كانها انترميديا تنج. يعني ايه؟ يعني ممكن تديني معادله سيجما المومنت يمين السي او شمال السي يساوي زيرو. فانا على طول في الطريقه التقليديه هبتدي ازاي؟ هاخد سيجما المومنت حوالين اي ركيز، اجيب معادله في الاثنين رياكشن دول، تمام كده. طب عايز معادله كمان عشان اجيب المجهولين؟ عادي، هتلاقي بقى حوالين النقطه دي يمين او شمال بيساوي زيرو، او دي يمين او شمال او يساوي زيرو. الافضل استخدم ايه؟ انا كده كده هستخدم شمال السي او شمال البي، ليه؟ عشان اجيب معادله كمان في الاكس اي والواي اي، تمام. طب استخدم ايه؟ حسب المساله بقى، حسب الجيفن. بيبقى مديني الارتفاع ده، الارتفاع ده الخط الواصل بين الاتنين سبورت، الارتفاع ده للنقطه ده بيتسمى الساج، ماشي كده. فانا لما اجي لو جيت اجيب سيجما المومنت حوالين البي شمال، محتاج ارتفاع الواي اي في المسافه دي، ماشي كده كده المسافه دي جيفن. طب الاكس اي
انت محتاج الارتفاع ده صح، بس مش كله كده من الافقي، محتاج الارتفاع ده. فانا هروح اشتغل عند الجيفن، يعني لو مديلي الساج بتاع البي يبقى الافضل ان انا اشتغل كده، سيجما ام بي ليفت يساوي زيرو، يديني معادلة في دول كمان. طب اجيب الارتفاع ده ازاي؟ ما هو مديني ده كله صح، من تشابه المثلثات، خد المثلث ده تمام، هات الارتفاع ده من تشابه المثلثات، اطرحه من الارتفاع كله يديك ده، اللي هو هيتضرب الاكس في الارتفاع ده تمام كده. فنقول تاني ها في الطريقة التقليدية، واشتغل سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما المومنت، باخد ايه؟ باخد سيجما المومنت حوالين الركيز، وبعدين النقط دي بتتعامل كأنها انترميديا تنجن، خد سيجما المومنت يمينها او شمالها بحيث يديك معادلة في المجهولين التانيين كمان. جبت المجهولين المسألة كلها سيجما اف اكس بيساوي زيرو، جبت ده يبقى ده عكسه، سيجما اف واي يساوي زيرو جبت ده، ده هيجي من سيجما اف واي. طب جبت الرياكشن، وبعدين يبقى عايز التنشن جوه كل كاب عند النقط بتاع السبورتات دي، ممكن اجيب زاوية ميل الكابل المشترك في السبورت ده، هجيبه ازاي؟ هتلاقي السيتا بتاع البي اي بتساوي ايه؟ تساوي تان اس ماينس واحد الرياكشن الواي على الاكس عند النقطة الاي، يديك السيتا تمام كده. طب اجيب التي ازاي؟ عايز من الاتزان تاخد النقطة دي تحط الرياكشن ده، الرياكشن ده ماشي، ده اكس اهو ده واي اهو، وتحط ده كده وتحلله في اكس وتحلله في واي، وتاخد سيجما اف اكس يساوي زيرو سيجما اف واي بيساوي زيرو، وتجيب التي ماشي على طول، التي بتساوي الاتش، الاتش رد الفعل الافقي ده على كوزاين السيتا اللي انت جبتها دي تمام كده. تمام، يبقى الطريقة التقليدية هي خطوات محفوظة كده، بروح اخد المومنت حوالين نقطة حوالين سبورت، اجيب الرياكشن المعادلة في الرياكشنين بتوع السبورت التاني، اخد سيجما المومنت يمين او شمال حوالين نقطة اللي الارتفاع عندها جيفن، يديني معادلة كمان، جبت المجهولين سيجما اف اكس يساوي زيرو، جبت الاكس التانية سيجما اف واي، جبت الواي التاني عند السبورت ده، عايز زاوية ميل السي دي دي اجيبها ازاي؟ يبقى السيتا سي دي بيساوي تان اس ماينس واحد الواي على الاكس، جبت السيتا. عايز اجيب التي الشد في العنق في الكيبل ده السي دي، التي بيساوي الاتش رد الفعل الافقي على الكوزين السيتا اللي انت لسه جايب تمام. نفس الموضوع هنا، عايز اجيب السيتا بتاع الاي بي تان اس ماينس وان الواي على الاكس، جبت السيتا. طب عايز اجيب التنشن، التنشن القوه جوه العنق الكيبل اي بي بيساوي الاتش رد الفعل الافقي على كوزين السيتا اللي انت لسه جايبه. طب ماشي، طب انا جبت الشد هنا والشد هنا، فاضل لي العنصر ده البي سي، مالوش حل بقى الا اخد النقطه دي او دي اعمل لها اتزان، خد النقطه بي ده المحور الافقي اهو، ده الراس اهو، في ايه في الاحمال اللي عندك، عندي حمل اهو راس اهو صح الاحمر ده، عندي قوة هنا شد جبتها صح اسمها اي بي، عدد رقم عندي هنا شد رقم سيجما اف اكس بيساوي زيرو صح تمام، سيجما اف اكس بيساوي زيرو، ده في السيتا بتاعته، ده في السيتا بتاعته تمام كده، يديني معادلة. ما هي السيتا دي مش معلومة، مانيش عارف اجيبها في الطريقة التقليدية، احنا بنتكلم في الطريقة بتاعة سيجما اف اكس، في معادلة هتلاقيها تديني معادلة فيها كوزين سيتا، وفي الواي سيجما اف واي هتلاقي دي تتحلل كده ساين سيتا، هتلاقي معادلة فيها مجهول كوزين والتانية ساين، تقسم الاتنين على بعض يديك معادلة تاي، اجيب منها السيتا وبعدين اعوض في اي معادلة اجيب التي تمام كده. تمام، نشوف مسألة كده، يبقى ده الجزء التراديشن اللي هو الطريقة التقليدية عادي اهو، سيجما اف سيجما المومنت حوالين اي ركيزة
سيجما المومنت عند نقطة يمين أو شمال، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، جبت كده الرياكشنات كلها. ها عند النقط بتاع الركايز السيتا بجيبها ازاي؟ رد الفعل الرأسي على الأفق، جبت السيتا، عايز أجيب التي بتساوي الاتش، الاتش ده عبارة عن ايه؟ عن رد الفعل الأفق على كوزين السيتا. جبت عند الركايز، خد كل نقطة بعمل لها اتزان، هات بقية القوة. تمام؟ في طريقة تانية ولا نشوف مسألة على الطريقة الأولانية الأول؟ دي الطريقة التقليدية، قلت أعمل إيه؟ ها ادام ما قاليش بالطريقه التانية اللي هي الكونفنشن هشتغل الطريقه التقليديه، ماشي كده؟ غالبا في المساله في الام سي كيو بيبقى جابرني على طريقه معينه. تمام، دي لو عايز احلها تراديشنال الطريقه التقليديه عادي، اخد سيجما المومنت هنا، اجيب معادله في المجهول ده والمجهول ده، صح كده؟ وبعدين خد سيجما المومنت يمين او شمال، دي او دي او دي، الافضل اخد ايه؟ عند البي عشان الارتفاع معلوم 3. طب انا محتاج البعد ده من الافقي للنقطة بي، اجيبه ازاي؟ هات ده، هات الحتة دي، اجيبها ازاي؟ الاتش دي اعتبرها اسمها اتش، على الطول كله اتش، على الارتفاع ده، الارتفاع ده 4 قدام اهي، هو جيفن اهو، المسافة بين الاتنين سبورت 4 بتساوي البعد ده، صح؟ اللي هو 5 على البعد كله كام؟ 20. جبت الاتش دي، صح؟ اطرحها من التلاتة، يبقى جبت الارتفاع من هنا لهنا، يبقى اخد سيجما المومنت حوالين بي شمال بيساوي دي، جبت معادلة كمان في المجهولين دول، يبقى انا كده جبت المجهولين. تمام كده، نشوفهم كده اهو، دي ردود الافعال اهي، سيجما ام اي بيساوي زيرو، يبقى هنا رياكشن كده، هنا رياكشن، يبقى ده اكس اي، ده الواي اي. ها ها، خد المومنت هنا، يبقى الاكس اي في كام؟ في 4، الارتفاع هنا اهو في 4، زائد ده بيلف معاه، ده بيلف كده وده بيلف معاه، يبقى زائد 20 في الواي اي، العشرين دي المسافة دي قوة في ذراع عزل. تمام، القوة دي 20 في البعد ده، 30 في البعد ده، 10 في البعد ده، بس ناقص ليه؟ دي بتلف كده والإكس بتلف كده، طب الأحمال بتلف كده. تمام، جبت معادلة اهي، قلت الأفضل أخد سيجما المومنت حوالين النقطة دي شمال أو يمين، أنا كده كده هستخدم شمال، ليه؟ عشان أجيب معادلة في المجاهيل دي، وأنا أروح أجيب يمين ليه؟ تمام، أنا عايز معادلة كمان في المجهولين دول. تمام، قلت أنا محتاج الاتش دي، وأنا عندي من هنا لهنا، خلاص هات الحتة الحمراء دي منين؟ شبه المثلثات أهو، الواي هو سماها واي بي على 4 بتساوي 5 على 20، جبت الواي، جبت الاتش، ماشي كده؟ يبقى القوة دي والقوة دي، تمام؟ يبقى الاكس دي في ذراع عزمها اهو، القوة دي في ذراع عزمها 5 اهو، دي بتلف كده ودي بتلف عكسها، صح كده؟ تمام؟ تمام، اداني معادلة كمان اهي، معادلتين في مجهولين، جبت الاكس والواي، سيجما اف اكس بيساوي زيرو، جبت الاكس التاني، سيجما اف واي بيساوي زيرو، جبت الواي التاني، يبقى جبت كل الرياكشن. تمام كده؟ تمام، سيجما اف اكس سيجما اف واي، جبت الرياكشن عند النقطة. ها قلت هبتدي عند الركايز، عند النقطة دي عايز اجيب السيتا بتاع الاي بي، السيتا دي، يبقى السيتا بتساوي تان ماينس واحد، تان السيتا بتساوي مقابل على مجاور من مثلث القوة، تان السيتا اي بي هتساوي الواي اي على الاكس اي، ماشي؟ شفت تان، جبت السيتا،
تمام كده. طب عايز اجيب التي في الاي بي في الكيبل اللي اسمه اي بي تساوي الاتش اللي هو رد الفعل الافقي الاكس اي اللي انت جبته على كوزين الثيتا اللي انت لسه جايبه، ماشي كده؟ الموضوع سهل اصلا. تمام، عند النقطة التانية، عند النقطة اهو، عند النقطة ايه واي ايه على الاكس ايه، عند النقطة ايه عند الركيزة التانية برضه نفس الموضوع، رد الفعل الرأسي على الافق، جبت الثيتا هنا والثيتا هنا. طب عايز اجيب التي تساوي الاتش على كوزين الثيتا، تساوي الاتش على كوزين الثيتا، كده كده رد الفعل الافقي واحد من سيجما اف اكس، لما جبت ده قلت سيجما اف اكس بيساوي زيرو، اداني ده هو نفس القيمة، فالاتش واحد، ماشي كده؟ جبت القوة دلوقتي في انهي عناصر؟ لحد دلوقتي جبت في العنصر ده، جبت في العنصر ده والعنصر ده، صح كده؟ تمام، فاضل لي سي دي والبي سي، قلت دول بجيبهم منين؟ من الاتزان، هعمل اتزان للنقطة بي، الاقي عندها ايه؟ الاقي عندها القوة دي، صح؟ والقوة دي تنشن انا جبتها، والقوة دي تنشن اسمها تي بي سي مجهول، تمام كده؟ تمام اهو، خدت الاتزان عند نقطة بي، لقيت القيمة دي انا جبتها الخطوة اللي قبلها دي مجهول، سيجما اف اكس بيساوي زيرو، الثيتا دي معلومة، فالرقم ده 57.47 كوزين ثيتا هتساوي تي بي سي كوزين الثيتا دي، بس الثيتا دي مجهولة اهي، صح؟ فاداني معادلة اهي، سيجما اف واي يبقى العشرين هتساوي 57.74 ساين الثيتا زائد تي بي سي ساين الثيتا اهو، اداني معادلة كمان. لو قسمت دي على دي، المعادلة دي على المعادلة دي عليها، تمام؟ أو الساين على الكوزاين، عشان التان بتساوي ساين على كوزاين، اقسم دي على دي هتلاقي التان، صح؟ ما هي دي اما اقسم دي اللي تحت على اللي فوق، اقسم دي على دي، دي هتطير مع دي، ساين على كوزاين بتان سالب 1.34 على الرقم ده، يداني تاني الثيتا. طب شفت تان، جبت الثيتا، الثيتا هي اللي هي دي، صح؟ طب عايز اجيب التي، التي في اي معادلة من دول؟ ما هو التي بي سي بتساوي كوزين في كوزين الثيتا بي سي بيساوي الرقم ده، خلاص انت الثيتا عدت عندك، يبقى 53.33 على كوزين الزاوية دي اديني الرقم ده، او التي بتساوي الاتش على كوزين الثيتا، هي هي، هو قانون ثابت، التي تساوي الاتش على كوزين الثيتا، ماشي كده؟ ماشي. طب في ايه تاني؟ في النقطة دي برضو يمينها كان التنشن في الدي اي كان معلوم جبته، طب هنا التي مجهولة والثيتا مجهول، نفس الموضوع، سيجما اف اكس جبته معادلة، سيجما اف واي جبته معادلة، اقسم دي على دي اداني التان برقم، شفت تان جبت الثيتا، التي بيساوي اتش على كوزين ثيتا، الموضوع سهل خالص. يبقى انا بدايتي بس اعرف بدايتي، باخد عزوم عند الركيزة، اجيب معادلة في السبورت في المجهيل عند السبورت التاني، النقط دي اخد بالي انها انترميديت هنج، تتعامل معادلة معاملة الانترميديت هنج عشان ما بتشيلش مومنت، بس بشوف هطبقها عند اي نقطة من دول، المعادلة تنفع عند اي نقطة، النقطة اللي هيبقى عندها الارتفاع معلوم، اللي اعرف اجيب لها ذراع عزمها، جبت معادلتين في مجهولين، جبت ده ده سيجما اف اكس جبت ده، سيجما اف واي جبت ده، عملت عند النقطة دي جبت الثيتا ازاي؟ تان اس ماينس واي رد الفعل الرأسي على الأفق، جبت الثيتا، التي بيساوي اتش على كوزين ثيتا، نفس الموضوع عملته هنا، خدت دي عملت لها اتزان، خدت النقطة دي أو النقطة دي عملت لها اتزان، موضوع سهل، تمام كده؟ يبقى دي أول طريقة، الطريقة التقليدية اللي هو عادية، معادلات اتزان. تاني طريقة، طريقة الكونفنشن، بعمل ايه؟ بحول الكيبل ده لكاميرا مكافئة، السبورت اهو بيم، ده سبورت اهو، الحمل ده ينزل اهو على الكاميرا، الحمل ده بكنتو ينزل على الكاميرا، والأبعاد دي بتبقى جيفن،
نفس الأبعاد، نفس الأبعاد عندنا، ماشي كده؟ وأجيب رد الفعل ده وأجيب رد الفعل ده، أجيبهم إزاي؟ خد سيجما المومنت هنا جبت ده، سيجما اف واي جبت ده، تمام كده؟ وبعدين عندي معادلة بطبقها، بتقول لي أهو، بتقول لي المومنت على الباكي، يعني المومنت عند النقطة دي. لو أنا عايز المومنت عند البي أقطع وأحسب شمال، اللي هو رد الفعل ده في البعد ده بتساوي إيه؟ بتساوي رد الفعل الأفقي في الساج. إيه الساج؟ البعد من النقطة للخط الواصل بين السبورتين، دي معادلة ثابتة. يبقى المومنت ده بجيبه منين؟ أهو العزم عند النقطة اللي على الكم. عايز المومنت بي يبقى على الكمر. طب الاتش رد الفعل الافقي ده مجهول، هكون عايزه في الساج، شوف انهي ساج بتاع انهي نقطة موجود، يبقى هات المومنت عنده. يعني لو مديني الاس سي يبقى انا محتاج المومنت ام سي، عشان يبقى الام سي بتساوي الاتش في الاس سي، اجيب الاتش رد الفعل الافقي. خلاص جبت رد الفعل الافقي، ممكن اطبق عند النقطة دي، ده عندي من الكاميرا، الاتش عندي جبتها من الخطوة اللي قبلها، عايز الساج جيب الساج ده، ماشي كده؟ طب عايز اي حاجة، عايز القوة، بيبقى عايز القوة جوه الكابلات برضه، بيساوي التي بتساوي الاتش اللي انت جبته على كوزين السيتا. هات الكوزين السيتا بقى، هات السيتا دي بأنهي بأي طريقة، من تشابه المثلثات جبت النقطة دي وبعدين طرحتها من الساج ده فجبت الارتفاع ده، فالسيتا بتساوي مقابل التاني، السيتا بتساوي مقابل على مجاور، أي حاجة حسب المسألة، تمام كده؟ خدت المومنت هنا وجبت الرد الفعل ده، لو هو محتاج رد الفعل سيجما اف واي جبت رد الفعل ده، عايز السيتا هنا ممكن اجيبها تان سيتا بتساوي الرد الفعل الرأسي على الأفقي، أي حاجة، ماشي كده؟ يبقى أنا المعادلة بتقول لي المومنت بتساوي الاتش رد الفعل الأفقي في الساج عند أي نقطة بقى، تمام كده؟ تمام، ده تاني خطوة. يبقى أنا بعمل إيه؟ بحط الأحمال على الكاميرا المكافأة وأجيب ردود الأفعال، بستخدم المعادلة عشان أجيب رد الفعل الأفقي عند النقطة اللي الساج عندها معلوم. وبعدين بطبق عند كل النقط بقى، وعايز التي تساوي الاتش على كوزين السيتا، موضوع سهل خالص، تمام كده؟ تمام. دي مسألة اهي، كوز بيقول لي ايه؟ بيقول لي using conventional method، هو في رأس السؤال قال لي استخدم الطريقة المعينة دي، تمام كده؟ أول خطوة بعمل ايه؟ بحول كاميرا مكافأة، اهو كاميرا اهي، الحمل ده 12 اهو، الحمل ده 14 اهو، الحمل ده 14 اهو، والمسافات موجودة عندي، كل الأبعاد دي موجودة، ماشي كده؟ اهو تمام. وبعدين ده رد فعل اسمه واي اي، والواي اي خلي بالك الرد الفعل على الكاميرا غير رد الفعل ده، لو محتاج رد الفعل بتاع المسألة غير ده دي حاجة مكافأة لدي، ماشي كده؟ يبقى الواي اجيبها ازاي؟ خد سيجما المومنت هنا جيب ده، سيجما اف واي بيساوي زيرو وجيب ده، ماشي. وبعدين ها اهو سيجما المومنت جبت الواي اي، سيجما اف واي جبت الواي اي، وبعدين انا كده عارف ان انا محتاج المومنتين والمومنتين والمومنتين عند النقط دي، ما هي النقط دي اللي احسب عندها الساج واحسب عندها التنش في الكابلات، فخلاص هات سيجما المومنت عند البي هتساوي ايه؟ تساوي رد الفعل ده اللي هو 20.82 اللي انت جبته ده في 4.5، تمام؟ اهو فين عند البي اهو في 4.5، عايز المومنت عند السي، يبقى الواي اي في البعد ده كله اللي هو 13 صح ناقص 12 في 8.5 اهو يديني ده، وده انا بجهز حاجاتي اللي انا عايز المومنت عند الدي، ما احسبش بقى من الشمال احسب من اليمين، بيساوي الواي اي في 6.5 على طول، تمام كده؟ تمام. طب انا عايز اطبق المعادله، المعادله بتقول ايه؟ المومنت بتساوي رد الفعل الافقي اللي انا عايزه في الاس،
اشوف النقطة اللي الساج بتاعها معلوم، اخد المومنت بتاعها اجيب منه الاتش. تمام كده، نرجع للمسألة، فين انهي نقطة الساج بتاعها معلوم؟ ابعد نقطة دي اللي هي السي، قال لي ايه؟ تساوي 3 زائد 3.5، صح ولا لا؟ لا، الساج من هنا لهنا، تمام، من النقطة دي، ماليش دعوة بالأفق ده، من النقطة دي للنقطة دي. طب أنا عندي المعلوم من هنا لهنا، طيب ما أنت ممكن تجيب الحتة اللي فوق دي منين؟ من المثلث، البعد ده مثلا اسمه اتش، على ده كله اسمه 3، بتساوي ده كله اللي هو كام؟ 13، على ده، على ده كله اللي هو كام؟ حسب بقى اجمع الابعاد دي عند رقمه. جبت الاتش دي، الاتش اترحم 6.5، يبقى انا جبت الساج ده، ماشي كده؟ نخلي بالنا بس من النقط اهو، تمام كده؟ جبت ال اتش سي اي دي عشان اجيب منها الاس سي، الساج اللي انا محتاج اطبقه في القانون اللي هو المومنت عند السي هتساوي رد الفعل الافق اللي انا عايزه في الاس سي. طب انا مديني ده كله، خلاص هات ده من تشابه المثلثات، المثلث الكبير ده مع المثلث الصغير ده، صح؟ جبت اهو، جبت ال اتش دي، وانا اصلا هبقى محتاج الاتشات دي كمان بعد كده، ليه؟ احتاجها وانا بجيب الستات. خلاص مبدئيا انا جبت الاتش، جبت منها الاس، طبق المعادلة بتاع المومنت بيساوي الاتش في الاس اهو عند نقطة سي، قلت المومنت اللي انا جبته في الخطوة اللي على الكاميرا ساوي الاتش في الاس سي، جبت ده وجبت ده، جبت الاتش، ماشي كده؟ سيجما اف اكس بيساوي زيرو، يبقى الاتش ده هو الاتش ده، تمام كده؟ كان محتاج ايه في المسألة؟ شوف المسألة، وكان قايل فيها ايه؟ كان عايز ايه؟ أول حاجة هاتلي الرياكشن بتاع الواي اي على الكاميرا المكافأة على ايكوفالنت بي، جبته، والواي اي جبته، الاتش جبته، يقول لي هاتلي ايه؟ هاتلي المومنت على الايكوفالنت بيم، خلي بالك، هات لي المومنت عند البي جبته، عند السي جبته، عند الدي جبته، صح؟ ماشي، هات لي الساج عند السي جبته، طب هات لي الساج عند البي اجيبه ازاي؟ انا عندي ده كله، ممكن اجيب ده، صح؟ واطرح منه الجزء كله، اجيب اللي تحت، الساج اللي تحت ده، او انا ما عنديش اصلا البعد ده، صح؟ يبقى من تطبيق القانون المومنت بتساوي الاتش في الاس، عايز اطبق عند النقطة بي، يبقى المومنت عند البي اللي انت جبته على الكاميرا المكافأة بيساوي الاتش اللي انت جبتها من النقطة سي في الاس، جبت الساج ده، صح؟ سهلة؟ تمام. عايز عند النقطة الساج ده عند الدي برضه، المومنت عند الدي اللي انت جبته على الكاميرا المكافأة بيساوي الاتش اللي انت جبتها في الاس، جبت الساج ده كمان، تمام؟ تمام، نشوف كده اهو، عند نقطة البي جبت الساج، عند نقطة الدي جبت الساج، وكان عايز ايه كمان؟ كان عايز ايه في المسألة؟ بيقول لي هات لي ايه كمان؟ يبقى كان عايز ايه بعد الساج؟ النقط دي عايز تاني السيتا بتاع الكيبل دي، هجيبها ازاي؟ انا جبت الساج ده، صح؟ ممكن اجيب النقطة اللي فوق دي من تشابه المثلثات، المثلث ده عندي ابعاد، ممكن اجيب النقطة دي، البعد ده الصغير اللي في المثلث اللي فوق ده من تشابه، تمام كده؟ تمام. وبعدين اجمعه على ده، يبقى جبت الارتفاع كله، خلاص السيتا بتساوي ايه؟ تساوي مقابل اللي انت جبته على مجاور، ماشي؟ او زي الطريقة اللي فاتت، عندك رد الفعل ده انت جبته، ممكن تجيب ده منين؟ تاخد سيجما المومنت هنا تجيب ده، ده على ده بيساوي تاني السيتا،
الأسهل أجيبها من الأبعاد وخلاص. أنا كده جاي جبت الساجدة، تمام كده؟ تمام. عايز بتاع البي سي، السي بي اهو، صح؟ عايز السيتا دي، أجيبها إزاي؟ عايز المقابل ده على المجاور ده، المجاور معايا، طب المقابل يساوي ده كله، صح؟ ناقص ده اللي انت لسه جايبه، الارتفاع ده، تجيب الارتفاع ده تقسمه على ده يجيب لي السي دي. نفس الموضوع الناحية التانية، عند السي دي انت عندك ده الساج، صح؟ وده جبته من تشابه المثلثات، اطرحه من الستة ونص دي كلها، ديك ده اقسم ده على ده، سهل. ماشي، جبت التاني السيتا في كل عنصر. ماشي، يبقى انا في هنا وانا بجيب الاتش سي دي، جبت الاتش دي والاتش دي، انا كنت عارف ان انا هعوزهم في الاتزان في السيتات عشان اجيب السيتا، ماشي كده؟ تمام، حسب المطلوب في المسألة اشتغل، تمام كده؟ جبت الساج في كل عند كل نقطة، عملت عند كل نقطة طبقت المعادلة، المومنت بيساوي الاتش في الاس، جبت الاس الساج بتاع كل نقطة زي ما هو كان طالب. التاني السيتا جبتها ازاي؟ قلت انا جبت الابعاد دي كلها عندي، عايز تاني السيتا دي تساوي المقابل ده على المجاور اللي هو كام؟ الساج زائد الرقم اللي فوق ده على الاربعة ونص، صح؟ عايز السي بي، جبتها ازاي؟ السي بي ده المقابل ده جبته ازاي؟ الارتفاع كله، صح؟ ستة ونص ناقص ده الارتفاع ده يديني الرقم، ماشي؟ تمام؟ على كام بقى؟ على تمانية ونص اهو، مقابل على مجاور. عايز السي دي، ها؟ الارتفاع كله من هنا لهنا ناقص الارتفاع من هنا لهنا، جبت ده اقسمه على الأفق الخمسة، جبت السي منها، جبت الستات، سهلة، ماشي كده؟ تمام؟ تمام، انت لسه جايب ده، صح؟ اطرحه من التلاتة من ستة ونص دي، قلت هيجيب لي الارتفاع ده كله، صح؟ انا عندي الارتفاع من هنا لهنا، اطرح منه تلاتة يبقى جبت الارتفاع ده، عشان وانا بجيب بتاع الدي اي، زاوية ميل الدي اي سوى المقابل على المجاور، المقابل ده اجيبه ازاي؟ الارتفاع كله ناقص ده، صح؟ الارتفاع كله ده من هنا لهنا ناقص التلاتة دي يديني ده، ماشي؟ جبت الستات تاني، تمام. كان عايز ايه تاني؟ بس عايز التيك جوه كل عنصر، انت جبت السيتا بتاع زاوية ميل كل عنصر، خلاص القانون بيساوي التي بيساوي الاتش رد الفعل الافقي اللي انت جبته من الاول اصلا على كوزين السيتا بتاع كل عنصر، تمام كده؟ الموضوع سهل ما فيهوش حاجة. لو عايز رد الفعل الرأسي عند الركايز، خلاص قلنا هناخد سيجما المومنت حوالين اي نقطة، اجيب رد الفعل ده سيجما اف واي بيساوي زيرو، جبت رد الفعل ده حسب ما هو عايز في المسألة، حسب ما هو عايز، الموضوع سهل. يبقى انا ببتدي ايه؟ بحول كاميرا مكافأة، احط عليها الاحمال، اجيب رد الفعل ده، رد الفعل ده، وبعدين اجيب المومنت عند النقط، اطبق المعادلة، المومنت بيساوي الاتش في الاس في الساج عند النقط كلها، ابتدي بالنقطة اللي الساج بتاعها معلوم اجيب الاتش، اطبق في المعادلات التانية اجيب الساج، من تشابه المثلثات اجيب الارتفاعات دي، وبعدين اجيب السيتات، السيتا بتاع كل زاوية ميل كل عنصر كل كابل، وبعدين التي بيساوي الاتش على كوزين السي. موضوع سهل ومحفوظ اصلا، تمام كده؟ تمام. عندي مسألة زي دي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا قوة 4 كيلو نيوتن، هنا قوة اسمها بي، قوة اسمها 6 كيلو نيوتن، عايز ايه؟ بيقول لي هات لي الفورس اللي اسمها بي قيمتها كام عشان البي سي ده يدن افقي، وبعدين طالب بقى الساج ده
التنشن في أقصى تنشن في العناصر. طب بداية كده عشان ده يبقى أفقي لازم الساج واحد، يعني لما أوصل خط بين السبورتين لازم الساج ده يساوي الساج ده، صح؟ عشان يبقى النقطة دي في مستوى ده، يبقى الاس بي لازم تساوي الاس سي، تمام كده؟ ماشي. طب انا لو عملت كاميرا مكافأة بالإيكوفيلنت وحطيت الحمل ده والحمل ده والحمل ده، ماشي كده، وجبت الرياكشن ده مجهول في بي، صح؟ وجبت الرياكشن ده، ماشي كده. هي المعادلة بتقول لي ايه؟ المومنت بتساوي الاتش في الساج، صح؟ طب الاتش واحد، ده الساج كمان طلع واحد، بتاع البي وبتاع السي، صح؟ يعني انا ما اقول ام سي هتساوي الاتش في الاس سي، طب الام بي عند النقطة بي هتساوي الاتش في الاس بي. طب ده الاتش هو رد الفعل الافقي واحد، والساج طلع واحد هو كمان، يبقى المومنت بيساوي المومنت، صح؟ يبقى المومنت لما اخد المومنت عند النقطة دي واخد المومنت عند النقطة دي واساويهم ببعض اجيب المجهول اللي اسمه بي، صح؟ تمام؟ تمام اهو. بيقول لي عشان ده افقي لازم الساج ده بيساوي ده زي ما قلنا، ماشي. طب المومنت بيساوي الاتش في اس، مومنت يساوي الاتش في اس، طب الاتش واحده والاس طلعت واحده، يبقى المومنت بيساوي المومنت على الايكوفالنت بي، تمام. طب اعمل بقى ايكوفالنت بيم، حط البيم، حط عليها الاحمال، هترد الفعل ده اجيبه منين؟ سيجما المومنت هنا بيساوي زيرو، يبقى الواي اي في البعد ده كله بتساوي 4 في البعد ده زائد ده في ده زائد ده في ده، ماشي كده، يديني الواي اي اهو معادلة في بي. طب عايز المومنت عند البي والمومنت عند السي عشان اساويهم ببعض، خلاص المومنت عند البي بتساوي الواي اي في 4 اهو، اداني معادلة اهي. طب عند السي تساوي الواي اي في 10 ناقص 4 في 6 ب 24 اهو، اداني معادلة دي، خد دي ساويهم ببعض هديك معادلة في مجهول واحد اسمه البي، جبت البي اهي، ماشي. طب جبت البي ممكن اجيب منها رد الفعل على الكاميرا، صح؟ الواي اي والواي اي كمان سيجما اف واي بيساوي زي. طب اجيب ايه كمان؟ ممكن اجيب اي حاجة انا عايزها بقى. هو كان عايز ايه في المسألة؟ كان عايز البي وعايز الساج. طب الساج اجيبه ازاي؟ المومنت بيساوي الاتش في الاس، انت جبت المومنت، صح؟ ما عادش مجهول في بي، عاد رقم، والساج لسه مجهول. طب والاتش مجهول، طب ما تشوف نقطة عندها ساج هو مديهالي، فين؟ قال لي النقطة دي اهي التلاتة دي الساج بتاعها بتلاتة، خلاص انت جبت ده ما عادش مجهول عاد رقم، خلاص على الكاميرا المكافأة اللي انت عاملها دي هات المومنت حوالين نقطة دي، يبقى المومنت حوالين دي هيساوي الاتش اللي انا مش عارفه في الساج اللي انا عارفه بتاع الدي اللي هو كام؟ تلاتة. ما انا دايما ببتدي تطبيق المعادلة دي في النقطة اللي الساج عندها معلوم، جبت الاتش خلاص هو كان محتاج الساج بتاع البي، هجيبه ازاي؟ يبقى المومنت عند البي بيساوي الاتش اللي انت لسه جايبها في الساج اللي انت عايزه، الموضوع سهل خالص، تمام كده؟ تمام. طبقت المعادلة عند النقطة اللي الساج عندها معلوم بتلاتة جبت الاتش، طبقت عند البي المومنت عند البي معلوم الاتش موجودة الاس بي جبتها، جبت الساج. كان محتاج في المسألة ايه كمان؟ بيقول لي هات لي الماكسيموم تنشن ان كيبل، اقصى شد في الكابلات دي هيكون فين؟ اقصى شد هيكون عند اكبر زاوية، اكبر زاوية ميل، ليه؟ مش التي بيساوي الاتش على كوزين
صح؟ ال h دي ثابت، ال t دي تكبر امتى؟ لما الكوزين ثيتا تقل، صح؟ طب كوزين ثيتا بتتراوح من كام لكام؟ من زيرو لواحد، صح؟ نفهم بس جت منين؟ هي بتحصل عند أكبر زاوية ميل، الكوزين ثيتا بتتراوح من زيرو لواحد، صح؟ طب زيرو دي الثيتا عندها بتساوي كام؟ يعني كوزين كام بيساوي زيرو؟ كوزين 90، صح؟ وهنا كوزين زيرو بيساوي واحد، يبقى الثيتا هنا بزيرو. يبقى أنا كل ما أقرب من هنا كل ما الرقم ده يقل، صح؟ كل ما الكوزين ثيتا تقل، ما هي دي من زيرو لواحد ده بيمثل لي الكوزين ثيتا، تمام؟ ودي بتمثل لي الزاوية. أنا عايز كوزين ثيتا تقل، يبقى عايز أقرب من زيرو مش عايز أقرب من واحد، صح؟ يعني عايز أقرب من ثيتا 90، يعني الزاوية زاوية الميل تكبر، صح؟ يبقى هو على طول أقصى زاوية ميل، أقصى شد عند أكبر زاوية ميل. طب ده أفق، خلاص ما عندوش زاوية ميل. طب ده يساوي المقابل على المجاور. هتلاقيك انت جبت الساج ده، صح؟ مش انت جبت اس بي اللي هو مش عارف طلع 3، يبقى 3 على 4 ده تاني الثيتا. طب هنا تاني الثيتا تساوي كام؟ تساوي 3 على 2، يبقى هنا اكبر زاوية الميل اكبر، هنا الثيتا اكبر من الثيتا هنا. يبقى انا عايز اجيب ايه؟ الشد في الدي اي. اجيبه ازاي؟ التي تساوي الاتش، صح؟ على كوزين الثيتا. طب كوزين الثيتا جبتها، جبت الثيتا، تان ثيتا يساوي 3 على 2، شفت تان جبت الثيتا، الاتش عندي، الثيتا عندي، جبت التي. ماشي، الموضوع سهل، الموضوع ما فيهوش اي حاجه، احنا معادلتين عمالين نلف حواليه. احنا طلعنا قدام، ماشي، اهي جبت زاويه الميل 3 على 2، جبت الثيتا، تي بيساوي الاتش على الكوزين الثيتا، ماشي كده. يبقى اقصى اما يطلب اقصى تنشن في الكاب بيحصل فين؟ عند اكبر زاويه ميل، ماشي كده. ماشي، مساله زي دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز الساج عند البي، بيقول لي عايز الساج عند البي ده، واقصى تنشن، اقصى شد في الكاب لما يكون الويت بتاع البيم دي 100 كيلو ولا اي حاجه. وبيقول لي عندي هنا بيم كده وزنها 200 كيلو، ال 200 كيلو دول فين؟ في النص، صح؟ اي حاجه وزنها في النص، تمام. ده في كابل، في حاجه بتشد هنا وحاجه بتشد هنا زي خيط رابط البيم دي من هنا وبيم دي من هنا. طب انا لو جبت القوه دي والقوة دي هيبقوا هما القوتين دول، صح؟ وهتبقى تتحول مسألة عادية خالص. طب اجيبهم ازاي؟ خلاص عادي، دي اسمها مثلا اي حاجة، اسمها اف واحد، ده اسمها اف اتنين، والابعاد دي كلها عندك، من هنا لهنا عندك، ومن هنا لهنا عندك، والمسافة بين القوتين اهو من هنا لهنا عندك، كل الابعاد دي موجودة، ودي في النص، في نص الايه؟ البعد ده كله بتاع البيم 4، يبقى 2، 2 منين؟ من البداية هنا، تمام. لو خدت سيجما المومنت حوالين النقطة دي هتساوي الميتين في بعدها ده اللي هو 1.5، صح؟ ناقص الاف واحد في البعد ده اللي هو 2. جبت الاف دي، سيجما اف واي بيساوي زيرو، جبت الاف دي ولا أي حاجة، كأن كاميرا مربوطة هنا بحبل وهنا بحبل. انا عايز القوة اللي في الحبل دي والقوة اللي في الحبل دي عشان يبقى هما القوتين دول اللي على الكابل اللي انا بدرسه ده، واحل المسألة عادي كونفنشن، تمام كده اهو، ولا اي حاجة. ده في النص، في نص المسافة، المسافة كلها 4، يبقى من هنا 2، ده سميتها اي حاجة، دي سميتها اي حاجة. عايز اجيب المجهولين دول، خد سيجما المومنت هنا، يبقى 200 في البعد ده اللي هو 2 ناقص النص ب1.5 بتساوي البي واحد
في المسافة من هنا لهنا اللي هي 2، جبت البي 150، طب كله 200 يبقى ده 50. واضح أصلا إن الحمل قريب من الخيط ده، فيكون ده أكبر، فده 150 وده 200، وبعدين ولا أي حاجة، مسألة عادية خالص. خدها حلها بقى، كاميرا مكافأة، حط الحمل ده والحمل ده، صح؟ هات الرياكشن ده، الرياكشن ده، خد سيجما، هات المومنت هنا والمومنت هنا، شوف النقطة اللي الساج عندها معلوم اللي هو ايه ده، السي، الساج بتاعها بواحد اهو، هو جه فين، ماشي كده. جبت الاتش، خش الناحية التانية، هات الساج التاني، شوف من التمام من شابو المثلثات، هات القيمة دي عشان تجيب منها البعد ده، السيتا بتساوي مقابل على مجاور، جبت السيتا دي يبقى التي بيساوي الاتش على كوزين السيتا، وهكذا في العنصر ده، في السي دي لو دي اسمها دي، والعنصر البي سي، تمام كده. الفكرة كلها ان احنا حولناها مسألة عادية، بس جبنا القوة دي، القوة دي في كل المسائل دي جيفن. هنا جاب لي كاميرا كده وقال لي هات لي بس ده الحمل ده كام والحمل ده كام، وبعدين اشتغل عادي خالص. يبقى الموضوع سهل، الموضوع ما فيهوش اي حاجه، طريقه تراديشنال ولا اي حاجه. سيجما اف اكس بيساوي 0، سيجما المومنت بيساوي 0، سيجما اف واي بيساوي 0. الكونفنشنال، الطريقه التقليديه، بحول الاحمال على كاميرا، اجيب الرياكشنين واطبق المعادلات بتاعتي. المومنت عند نقطه بيساوي الرد الفعل الافقي في الساج بتاعه، اشوف اول نقطه عندها ساج جيفن، اجيب منه الاتش، واجيب الساج للنقط التانية من المعادلات التانية. عايز اجيب التي بتساوي الاتش على كوزين السيتا، كوزين السيتا اجيبها بقى باي طريقه، تشابه مثلثات، اي حاجه، اطرح بعد من بعد، الموضوع سهل. تمام، السلام عليكم ورحمه الله.